مرحبا بكم للناس الكل. استعدادا لمواجهة أورلاندو بيراتس الترجي الرياضي التونسي يجري اليوم حصة تدريبية بالملعب الفرعي بيرادس. أكد الترجي الرياضي التونسي عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك أمس الجمعة 8 فيفري 2019 أن فريق أكابر كرة القدم يواصل التمارين بدون راحة، حيث أجرى اللاعبون صباح أمس حصة تدريبية أولى استعدادا لمباراة الثلاثاء المقبل ضد ممثل جنوب أفريقيا فريق أورلاندو بيراتس. كما سيجري الفريق اليوم حصة تدريبية ثانية بالمركب الفرعي بيرادس بسبب عدم جاهزية مركب حسين بالخوجة الذي يخضع لصيانة العشب.